ليس فقده لذراعه الألم الوحيد الذي يعانيه، بل هناك ألم من نوع آخر. فعبد اللطيف يعيش على بعد كيلومتر واحد بعيد عن منزله في بلدة تادف التي هجر منها منذ 4 سنوات ليتخذ من محل تجاري مسكنا له ولعشرة من أفراد عائلته. قسموا المحل إلى غرفة ومطبخ بهذا الشادر، أما باقي تفاصيل البيت المعتادة فلن نراها هنا. ورغم غياب أجواء رمضان إلا أن قاطني هذه المحال يحيونها بعضها بوجبة إفطار بسيطة بين هذا الكم من المعاناة. وضعنا ما عنا أجار ندفع أجار، وانجبرنا هالأمور ما على ما نكشف أنت يعني شلون ساكنين شلون مجبرين جايبين كل شيء في الشادر من مطرح، كل بلوكي من مطرح، حتى ما عنا استطاعة حتى دينا البلوك دينا الشمنتو ندفع على صوت حتى عمرنا سكننا. إيه هذا اللي صار معنا، قاعدين أخيو في دكاكين في دكاكين، كانت صناعة تصليح سيارات ودواليب وما فيها، وجينا نظفناها أكثر ما فيها الزيوت والشحوم. 40 عائلة تسكن هنا دون خدمات أساسية، ولعل أبرزها الصرف الصحي الذي تغيب بناه التحتية، والذي استعيض عنه بحفرة فنية مكشوفة سيبقى خطرها قائما على العائلات وخصوصا الأطفال مع ارتفاع درجات الحرارة. أما الوصول إلى أي مشفى أو مركز صحي فعلى أحدهم قطع 3 كيلومترات، وهم الذين لا يملكون وسائل نقل خاصة بهم، ناهيك عن غياب وسائل النقل العامة. حولنا على المحلات، كانوا محلات خربانات يعني حطينا إيش في عنا مال حتى زبطناهن، وحلق ما يعني ما في شغل بالزور حتى ندبر المعيشة. والله يعني حمامات ما في بالبيوت نتخسل ونمشي حالنا. والله يعني بيتنا ما بعد عنا 1 كيلو هوني، نحن من مدينة تادف وما عم نقدر نفوت، يعني النظام ياخذ نص تادف والحر نص. أمام فقدان العمل وتدهور الوضع المعيشي لم يبقى أي حل لهؤلاء العائلات إلا إيواء أنفسهم داخل هذه المحال على أمل بعودة قريبة لبيوتهم ونهاية رحلة التهجير، الرحلة الأكثر فظاعة على السوريين. تغيب أساسيات الحياة في هذه المحال التي تحول دورها وأصبحت مساكن للعائلات المهجرة، فرغم صعوبة العيش فيها أمضت العوائل شتاءها فيها، بينما الصيف على الأبواب ما زالت تلك المحال الخيار الوحيد لهم. بهالحلبة، تلفزيون سوريا، مدينة الباب، ريف حلب الشرقي.